طيب قبل برضو من يعني ما نتكلم برضو، عايز اعرف انت توقعاتك ان هي تطلع مباراه كبيره، وهل المنافسه متقاربه ما بين الزمالك والهلال ولا الامور بعيده؟ ماتش كبير ده اكيد، ماتش حماسي اكيد، لان دايما الماتشات بتاعت الكره المصريه والكره السعوديه انا عشت فتره حلوه هناك يعني، فقد ايه ببقى حاسس الجمهور المصري هناك بيبقى متشوق قوي ان فريقه يكسب، الجمهور السعودي بيبقى متحمس جدا لان عنده اصدقاء كتير مصريين، واحنا عندنا سمات مشتركه كتير، فبالتالي دايما المباريات بيننا بتبقى مباريات فيها حماسه كبيره جدا. ما ننساش كمان ان الهلال السعودي عنده رغبه في الانتصار على بالمباريات امام الفرق المصريه بعد المباراه الاخيره امام الاهلي، وفي نفس الوقت هو الماتش مهم لكل الاطراف، لان الهلال عايز اكيد يختبر الاجانب اللي لسه ما كانوش دخلوا التوليفه، وهم اجانب مصروف عليهم كتير قوي ولاعيبه مميزه جدا، وفي نفس الوقت الزمالك عايز يقف على احنا وصلنا لحد فين، لان السنه اللي فاتت بالنسبه للزمالك كانت سنه استثنائيه وقدر يخرج فيها من الازمه، بس هو وصل لحد فين؟ يقدر ينافس على دوري ابطال افريقيا؟ يقدر يكسب دوري ابطال افريقيا؟ محتاج يقدر ايه في سوق الانتقالات؟ كل ده هيعرفه بقى من ماتش النهارده. يقدر؟ اعتقد انه قبل الماتش بتاع النهارده هنقول يقدر. انت بتقارن اللقاء مع الهلال السعودي ببطوله افريقيا؟ انت دايما الدنيا تختلف، بتختلف جدا وسرعات تختلف 100%، بس انت دايما عايز تقيس على امكانيات مختلفه، صح؟ بس انت عايز تقيس على الماتش الصعب. انت كده رايح تقيس على اعلى نقطه. ما فيش مشكله، ما انت عايز تعرف من اعلى نقطه انا مكاني فين، علشان بناء عليه ابتدي ارسم هو انا ناقصني حاجه تانية في موسم الانتقالات، هو انا محتاج حاجه ازودها علشان خاطر على الاقل ابقى مقرب، وفي نفس الوقت انا عايز اقيس، لان خد بالك برضو يا كابتن سيف، هو الهلال من اكبر الفرق في اسيا ان لم يكن اكبرها، بس في نفس الوقت هي العلاقه بين افريقيا واسيا في الكوره مش بعيده زي العلاقه بين مثلا افريقيا واوروبا، او بس الدوري السعودي بالامكانيات الماديه في حته ثانيه، هو احسن في حته ثانيه، خلاص مصر كلها اخذت السلوجن بقى في حته ثانيه رسمي يعني. سلام عليك يا عز، ركز يا احمد في الحاجات دي، الكلام ده بقى مهم جدا، في حته سيبك من كل اللي قاله، خلاص كده نقفل الاستوديو عليك. فالدوري السعودي طبعا اقوى دوري في الوطن العربي في الوقت الحالي بلا شك، الهلال هو الاقوى، احنا بنتكلم على فريق بطل الدوري السعودي 3 سنين، بنتكلم على انه دوري ابطال اسيا مرتين. القيمه التسويقيه للزمالك كام والهلال كام؟ انا هقول لك على الصفقه بس بتاعت ماتيوس بريرا، جايه ب 18 مليون يورو، بس مش محتاجه اروح لبعض من كده يعني.